تصريحات ترامب وجدت صدى في الأوساط الغربية والأوروبية، فقد حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستيلتنبرغ من أن تلك التصريحات تقوض أمن دول الناتو ووصفها بالمتهورة، كما أضاف أن أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم البعض يقوض الأمن الجماعي للحلف بما في ذلك الولايات المتحدة ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد. كما أكد ستيلتنبرغ أن الناتو سيبقى مستعدا وقادرا على الدفاع عن كل الحلفاء، مضيفا أن أي هجوم على الحلف سيثير ردا موحدا وقويا. وفي السياق، قلل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أهمية الأمر، وقال بوريل قبل اجتماع وزاري للاتحاد في بروكسل إنه لن يضيع وقته في التعليق على فكرة سخيفة أثرها ترامب، مشددا على أن الناتو ليس تحالفا يعتمد على أهواء رئيس دولة ما. وقال أيضا إنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يكون تحالفا انتقائيا. قبل يومين أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات وبأنه في حال فوزه بالرئاسة سيشجع روسيا على أن تفعل ما تريد لأي عضو في الناتو لا يدفع ما يكفي لميزانية الحلف. If we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.